بعد عامين من الغياب بسبب تداعيات وباء كورونا، عاد المهرجان الدولي لموسيقى ديما جاز من جديد في طبعتها 17، والتي تميزت هذه السنة على غيرها من الطبعات بالمشاركة النسوية لطيلة أيام وسهرات هذا المهرجان الذي سيدوم لمدة 4 أيام، والذي تكون فيه إيطاليا ضيفة شرف. هذا وأحيت الفنانة البريطانية جو هارمن رفقة فرقتها حفل افتتاحات الطبعة، والتي أبدت إعجابها بمدينة قسنطينة وبالجمهور الذي تفاعل معها. التغطية لمراسلنا من قسنطينة هارون بحزام. واليوم رانا نحضر في مدينة قسنطينة، مدينة العلم والعلماء، مدينة الثقافة، مدينة التاريخ لهذه الطبعة اللي خصصت هذه السنة من طرف محافظ وأعضاء محافظة المهرجان للمرأة المهتمة بالموسيقى الجاز بمشاركة العديد من الفنانات من مختلف دول العالم، دول شقيقة وصديقة. السنة كذلك هذه راح كانت مخصصة لدولة إيطاليا كضيفة شرف لحضور هذه الطبعة. هذه أول مرة لي هنا، لم أكن أتوقع ما الذي سأراه هنا لأنها المرة الأولى بقسنطينة. إنها مدينة جميلة جدا، وأنا سعيدة جدا لأنني سأغني هذه الليلة بعد غلق دام لسنتين. تتميز بحضور نسوي في كل السهرات. اليوم نحن جد سعداء برؤية القاعة مليئة بالشبان الذين تعطشوا لمثل هذا النوع من الموسيقى.